فاروق، فرقة أسوان ابتدت بداية نوعا ما مش أحسن حاجة، بعد كده الكيرف طلع مع كابتن أيمن الرمادي، وبعد كده آخر 6 لقاءات الكيرف نزل تاني. هم في موقع هنقول إن هو نوعا ما بعيد عن مناطق الخطورة، بس مش دي الفترة المفروض الأفضل لأسوان مع كابتن أيمن الرمادي. آخر 6 لقاءات اتغلبوا 3، آخرهم كان ماتش إمبي في الجولة السابقة اتغلبوا 2-0 وتعادلوا 3 لقاءات. السبب في الهزة الفنية على مستوى النتائج دي في رأي حضرتك ايه؟ طب انا اول حاجة عايز اتكلم على دايما احنا بنتكلم في الاستقرار الفني. اذا في مشاكل بين الادارة والمدير الفني دي بتعمل رد فعلها على اللعيبة بتبقى بشكل يعني مش مريح. كابتن ايمن مشي من بداية السنة كويس وعمل شغل كويس وبدأ يبقى في استقرار، عمل فريق كويس. وبعد فترة حسيت ان اللعيبة دي بقت بصت لأعلى من المكان ده، يعني ما بقاش بقى أسوان هو الأمل وهو المكان اللي يقدر من خلاله بقى لعيب كويس جدا، لا هو بقى بدأ يفكر في أندية تانية، عايز يروح حس انه خلاص تانية. قعد أسوان في الدوري عايز يشوف بقى فرصة تانية. وفعلا انت من يعني أكبر دليل ان انت بالحج مثلا ساب الفرقة في عز الموسم عشان يجي نادي الزمالك، وهتلاقي كل ده عند اللعيبة ودي مشكلة. يعني أنا نفسي اما تيجي تتعاقد مع لعيب واللعيب بيبقى استقر معاك وعملت له عقد 3 سنين لازم يكمل 3 سنين، لكن بعد مثلا 6 أشهر 7 أشهر وبيأدي بشكل كويس فعلى طول بقى طموحاته اكتر من النادي ده، عايز يروح نادي اكبر. ودي مشكله، وبالتالي كمان للمدرب. يعني كابتن ايمن مدرب كويس جدا، وكنت بقعد اتكلم معاه في التليفون ويعني اقول له انت بتأدي بشكل كان عاجبني الاداء. وبعدين يعني احنا انا من اسوان يعني يعني الواحد عايز اسوان ده يبقوا احسن فرقه. فاتكلمت معاه فلقيت هو برضك طموحه زي طموح اللعيبه. يعني بيقول انا عايز لعيبه كذا، لعيبه عندها مشاكل ماديه، لعيبه ما هو اللي هيروح اسوان في البدايه عنده عارف ان في مشاكل. الانديه الشعبيه غير الاهلي والزمالك، الانديه الشعبيه لو اتكلمنا على والمصري ممكن يكون عدى، الاتحاد يمكن مع الحاج محمد بوصلح عدى يعني حته الاستقرار المادي، لكن انت لازم اجيب لعيب يستمر معاك ولعيب كويس وبيأدي بشكل كويس، لازم تعادوا العقد، لكن انت ما تاخدش الموضوع تجاري. يعني الانديه دلوقتي واخده موضوع تجاري، لعيب ما يكون كويس تفضل بقى تشتغل عليه ان هو ممكن يروح لنادي كبير ياخد منه فلوس ويشتري لعيبه ثانيه، هنا بوظت الدنيا، هنا بدايه الفشل الاداري او الفني للمدربين. لكن انا بتكلم اسوان لازم الفتره اللي جايه دي يبقى في استقرار، في دعم، وطبعا يعني كل شايف كابتن فاروق ان الهزه دي على مستوى النتائج سببها قله الطموح عند اللعيب، والطموح بقى خلاص ما بقاش بقى اسوان الهدف، هو عايز يروح بقى النادي تاني. يعني لازم عايز يروح نادي اعلى ثم اعلى ثم اعلى لغايه ما يوصل للاهلي والزمالك بيراميدز الاتحاد المصري الفرق الكبيره. تمام.